معنا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية الدكتور أحمد ميزهاب الخبير الأمني ورئيس اللجنة الأمنية الإفريقية للأمن والسلم. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. ما الذي يحدث حاليا في الجزائر؟ الأسبوع الأخير كان يعني شهد عدد من الهجمات الإرهابية، بعضها تم إحباطها وإلقاء القبض على قادة في تنظيمات إرهابية، ومن هي هذه الجماعات؟ بمن ترتبط؟ تحية طيبة إليك وإلى مشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. أعتقد بأنه الحديث على التهديد الإرهابي هو الحديث على تهديد قائم، والحديث كذلك على التحديات الأمنية هي تحديات قائمة تواجهها الجزائر، أولا في ظل محيط إقليمي يشهد العديد من الأزمات ويشهد كذلك حالة من الانفلات الأمني وتمدد للظاهرة الإرهابية. يضاف إلى ذلك أن حرب الجزائر ضروس في ملاحقة ومحاربة بقايا التنظيمات الإرهابية، هي حرب لازالها مستمرة وقائمة إلى اللحظة، بالتالي نشهد من الحين إلى الآخر محاولات من بقايا الخلايا الإرهابية في محاولة تنفيذ عمليات إرهابية من أجل تمرير الرسائل، من بين ضمن هذه الرسائل محاولة تأكيد على الوجود وأخرى من أجل بعث الصدمة للجزائريين من خلال تنفيذ محاولة عمليات إرهابية. لكن في خضم كل هذا وفي خضم كذلك العمليات الأمنية الاستباقية وفي خضم تحييد العدد الكبير من الإرهابيين وفي خضم كذلك الحصينة السداسي الأول من العمليات الاستباقية التي تؤكد جاهزية المؤسسات الأمنية ومستوى اليقظة الأمنية، ومن خلال كذلك إحباط العديد من العمليات الإرهابية وآخرها عملية اليوم، وذلك تأكيد على أن الاستراتيجية الأمنية تسير بطريقة صحية وبطريقة كذلك منتظمة، وأنها تتصدى لكل هذه المحاولات ولكل هذه الاختراقات التي تسعى أن تحول الجزائر إلى هدف من الأهداف التي تضربها المنظمات الإرهابية. بالتالي كعملية تقدير موقف لجملة الأحداث التي حصلت خلال هذا الأسبوع الأخير أو حتى من خلال عملية اليوم، نتأكد بأنها محاولة من محاولات الاختراق، محاولة من محاولات إحداث الصدمة، محاولة من محاولات تمرير الرسائل، ومحاولة من محاولات استعادة النفوذ أو فك الحصار على المجموعات التي هي محاصرة في عدة مناطق وتتلقى ضربات موجعة من قبل المؤسسات الأمنية، ومحاولة أخرى من محاولات البحث على الثغرات من أجل التمدد ومن أجل كذلك توجيه ضربات ومن أجل كذلك حتى تشكيل خلايا جديدة أو بناء تحالفات جديدة ما بين الفروع والخلايا المتبقية للتنظيمات الإرهابية. وبدليل أنه حينما نعيد في قراءة الأرقام والنتائج نتحدث على عملية كبرى تمت خلال هذا الأسبوع من خلال حجز كميات كبيرة من الأسلحة، أقلها منذ يومين 66 ألف طلقة من مختلف الأعيرة وأسلحة، كذلك تحييد ثلاث إرهابيين كانوا يخترقون الحدود الجزائرية محملين بمخططات من أجل استهداف مناطق حيوية واستراتيجية، إحباط كذلك محاولات كانت تستهدف ضرب مناطق عمومية وغيرها. كل هذا يدفعنا بالقول أن حادثة اليوم كانت محاولة فاشلة تصدى لها عنصر الأمن يتمتع باليقظة وبحس أمني نعم. عالي، لكن للأسف سقطوا شهداء بالواجب وسقطوا كذلك شهداء وهم يحمون زملائهم والجزائريين من الوقوع في رسالة مثل هكذا عملية إجرامية. دكتور أحمد، يعني صورتك توصف الوضع بشكل كامل ودقيق، والجميع يعرف أن الجزائر هي بلد كبير بمساحته وحدوده طويلة مع عدد من الدول. اليوم ضبط الحدود أمر على ما أعتقد أنه أمر غاية في الصعوبة ويحتاج إلى تعاون من دول الجوار الجزائري. ما المعلومات التي لديك في هذا الصدد؟ هل من تنسيق أمني عالي المستوى خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي يتعرض لها الجزائر؟ صحيح، الجزائر بلد قارة يعني بمساحة تتجاوز 2 مليون كيلومتر مربع وبحدود تتجاوز 6343 كيلومتر، والجزائر بلد جار لأكثر من 7 دول، بالتالي مسألة ضبط الحدود ضمن الاستراتيجية الأمنية مسألة ليست بالسهلة وليست كذلك بالهينة، تحتاج إلى إمكانات وتحتاج كذلك إلى وهذا ما قصدته في سؤال دكتور أحمد، هل من تنسيق مع باقي الدول الجارة في هذا الملف؟ أنا سأجيبك، وتحتاج بالضرورة كذلك إلى عمل استخباراتي كبير، بالتالي الجزائر دائما تسعى في هذا الفضاء المتأزم الإقليمي أن تنسق وأن تربط جسور التنسيق ما بين الدول، خاصة ما التنسيق الثنائي، لنا تنسيق ثنائي مع الجارة تونس،
التنسيق كذلك مع دول الساحل في إطار غرفة العمليات المشتركة لدول الساحل والتي التأمت مؤخرا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إطار تقييم الوضع الأمني. للأسف غياب الدولة في ليبيا يؤثر بشكل سلبي على الجزائر باعتبار أنه لا يوجد هناك طرف يمكن التعامل معه والتنسيق معه. الجار المغرب وللأسف كذلك لطبيعة الظروف والصراعات السياسية هناك تنسيق ضعيف جدا أو ربما لا يصل إلى المستوى المطلوب، بالتالي من الصعب جدا أن نتحدث على وجود مقاربة إقليمية في إطار التنسيق لتأمين الحدود بشكل الذي نريده والذي نرضاه. في ظل هذه الظروف يبقى العمل الأمني صعب، ويبقى كذلك أنه يتم في ظروف ومعطيات استثنائية وخاصة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذا التوضيح والمعلومات الدكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني ورئيس اللجنة الأمنية الإفريقية للأمن والسلم، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية.